السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رايكم في الطبق الجامد ده؟ طبق جميل وشكله مغري. طيب ايه بقى وصفه النهارده؟ هو رز محمر بالشعريه وفاصوليا بيضه ولحمه على الكانون. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. مقادير الوصفة بتاعتنا هي دقيقة فاصوليا باللحمة. معانا ايه؟ معانا كيلو فاصوليا مغسول ومتنقي ومنقوع. منقوع بايه؟ بمية فاترة، متحطوش في مية سخنة عشان القشرة بتاعتها ما تطرش. ومعانا طماطم معصورة ومتصفية، ومعانا لحمة، ومعانا رز، ومعانا سمنة للرز، ومعانا شعرية، ومعانا دسم حيواني، ومعانا للصلصة بصل، ثوم، فلفل، ومعانا التوابل ملح، فلفل اسمر وبابريكا، ومعلقه كبيره كمون وملح. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. حطينا شويه الزيت وحته الدسم الحيواني هيدهوا، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. وهنا انا حطيت ميه على الفاصوليا عشان تتسلق. يبقى احنا كده بنسلق الفاصوليا وبنسبك للفاصوليا برده، بنعمل الصلصه يعني. طيب ندخل وبعدين هاجي اوريكم نعمل ايه. هنحمر اللحمه في الدسم بتاعنا اللي هو عملنا ده. احنا بنعمل ايه؟ بنديها تلطيح، نسلح اللحمة عشان ما تبقاش زفرة. لحمة بثمن غسل بقى كده من بره، حمرها هحمرها واوريكم دلوقتي. اللحمة بتاعتنا زي ما انتم شايفين خدت ايه صدمة كده، بصوا اهي حمرة مرت كده، عشان ايه احنا بنديها سمنة عشان نحمرها ونديها شوية. بعد كده نرمي عليها البصل، كمبري بصل براحتك ما يهمكيش، عشان ايه البصل مفيد زي ما كلنا عارفين. بتقلبي البصل في اللي هو الإيدام باللحمة، بتقلبي كله مع بعضه يعني، وايه وتشوحيهم كده شوية كده، وأوريكم هنعمل. ودلوقتي احنا قلبنا البصله دبلت يا دوب، خد التشويحه كده مع اللحمه مع الايه الحاجه الجميله بتاعتها. طيب وعارفين التوميه انا مسكتها دقتها، التوميه زي ما انتم شايفين كده بيبقى القرنين الفلفل كده المشطشطين، واحنا ماسكينهم ايه رميينهم. انا عندي بس عشان التصوير اهو، نروح رميهم على التغذيه بتاعتها. نقلب كله ببعض، الفلفل بالثوم بالبصله كده، نديهم تقليبه حلوه كده وجميله. دي واحده بس ريحه الثوم تطلع، وبعد كده نعمل ايه؟ نحط الطماطم الجميلة بتاعتنا المعصورة والمصفية كله تمام. نقلب برضو كل ده ببعض، نسيبيها شوية كده ونرجع لها تاني. دلوقتي احنا بنشوف الفاصوليا بتاعتنا الجميلة، وهي كده تمام قوي اتسلقت. وانا عايزه اقول لكم انا عايزه الحب بتاعها صحي كده، مش عايزه ازود السوا بتاعها اكتر من كده عشان ما تتهريش. بتصفيها وبتركنيها دلوقتي على جنب. ماشي كده ايه الفاصوليا بتاعتنا. تعالوا نخش بقى على اللحمه الجامده بتاعتنا اللي هي بالصلصه بالصوص الجميل اهو.
كده هي داخله برضو ايه على تسبيك وعلى سوا. عايزه اقول لكم لونها جميل وجميله. انا ما حطيتش توابل ولا ملح ولا حاجه عشان تستوي. ودلوقتي انا هوريكم هنعمل ايه. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنحمر الرز. نحط السمنه بتاعتنا، سمنه بلدي على الزيت. ماشي، نقدح شويه، نحط الشعريه عشان احنا هنعمل رز بالشعريه. رز محمر بالشعريه. بنحمرها لحد لونها ما يبقى ايه بمبة هادي كده، يعني ما نحمرهاش ايه قوي عشان ما تحرقهاش. وتخلي بالك نحمرها وارجع لكم تاني. دلوقتي اللحمه قربت، هنحط فلفل اسمر، معلقه فلفل اسمر كبيره، معلقه ملح كبيره، معلقه كمون كبيره. ماشي، ونروح دلقينهم التوابل بتاعتنا، يعني عشان خاطر ايه نخليتها في الاخر عشان تخلي ايه ريحه الاكل جميل. طيب ايه كمان؟ هنمسك الفاصوليا الجامده بتاعتنا ونقلبها اهي مسلوقه ومتصفيه وكله تمام. نعمل ايه تاني؟ نقلب بقى التوابل بالفاصوليا. عايزه اقول لك ان الفاصوليا خمسه ونزليها عشان ما تتهريش. ماشي، تاخد غلوه بس كده تتشرب من الصوص الجميل ده وتاخد ريحه التوابل. واهم حاجه في التوابل بتاع الفاصوليا الكمون عشان الغازات والانتفاخات وكده. كنت حابه اقول لكم كده كام معلومه عن الفاصوليا واحنا بنقلب فيها كده على السريع. الفاصوليا بتشفي من مرض السكر. فقلنا الفاصوليا مفيدة جدا، هي بروتين جميل وقوي بالنسبة للي بيعملوا اللي هم النباتيين. ماشي، وبرضو اللي بيعملوا دايت هي مفيدة ليهم. وبعدين هي فيها كمية ألياف حلوة ومغنيسيوم جامد، كلنا عارفين طبعا فوائد المغنيسيوم. وبتفيد بقى النظر والسمع والعين عشان هي ايه بتمنع الشوارد الحرة وكده. وهي جميلة. بس معلومتين على المشي. طيب وادي دلوقتي ادي الرز الجميل بتاعنا استوى هو، وادي الفاصوليا باللحمه الجميله بتاعتنا برضو استوت. هنغرف ونتقابل عندكم. ايه رايكم بقى في طبقنا الجميل دوت اللي هي سلسله الطبخ الواحد؟ طبعا سهله وجميله وعلى الله تعجبكم. سلام.